هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغد بشرى يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا شكرا شكرا شكرا. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. وش راكم اليوم؟ لا راكم هايلين. الله يخليك. مليح مليح ولدي الحمد لله. إذن مدابيا نرحب بكم اليوم أنتم والأطفال اللي يشاهدوا فينا ونقول لهم بلي يا أطفال إذا حبيتوا تشاركوا وتحضروا في حصة مع عمو يزيد ما عليكم إلا كما هاد الأطفال لما معنا توجهوا إلى موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل هذا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. حبيت أقول لكم يا أطفال بعد التسجيل لازم يكون عندكم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة والأطفال يحبوا الحصة وعمويزيد يحبهم أكثر، إذن شوية على الصبر وراح نتصلوا بكم باش تجوا تحضروا معنا في حصة مع عمو يزيد. إذن حبيت نقول اليوم باللي راهم معنا أطفال جمعية كافي اليتيم لولاية البليدة مكتب مدينة مفتاح. يا أخي إذن نرحبوا بكم وأنا مدبية من خلالكم ومن خلال العمل الجبار لكم تقوموا اللي تقوم به هذه الجمعية هذه كافي اليتيم على المستوى الوطني وخاصة اللي حنتكلموا عليه اليوم مكتب مدينة مفتاح. نوجه نداء للناس اللي يقدروا يساعدوا اللي يقدروا لأن التكفل بالأطفال تاعنا مهم جدا. إذن نداء أي شيء أي مساعدة مهما كانت المساعدة مرحبا بها. إذن هذا نداء لذوي القلوب الرحيمة يا أطفال. شكرا شكرا شكرا. في هذه الفترة هذه منذ سنة 1975 أول أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى. تحب الموسيقى؟ هو اليوم العالمي للموسيقى وعمو يزيد دار لكم مفاجأة من بعد راح تسمعوها معه. قبل هذا الشيء كبداية كل حصة رايح نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ نعم. إذن لغز اليوم يقول موجودة لديك في كل وجبة ولكنها لا تؤكل، ما هي؟ أبلي بلي شاطرين فكروا معي إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأطفال لم يشاهدوا فينا بإمكانهم تاني يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الانترنت. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال كما قلت لكم مقبلة موجودة لديك في كل وجبة ولكنها لا تؤكل. على بالي بلي انتم شاطرين كامل ولكن صبروا حتى غاية نهاية الحصة يا أخي. إذن اليوم كلفنا نور الهدى باش درنا بحث. هذا البحث يتكلم على المجاهد توفيق المدني. على بالكم بلي في هذا السنة 2016 نحتفلوا بالذكرى 60 لمؤتمر الصمام. تعرفوا مؤتمر الصمام وقتاش؟ قريت عليه في أي سنة؟ السنة الثالثة. لا وقتاش وقع مؤتمر الصمام في أي سنة؟ 1956. فوالا 1956 في 20 أوت في مدينة أوزلاقن في ضواحي مدينة بيجاية. إذن مؤتمر الصمام كان أول مؤتمر للثورة الجزائرية نظمت روحها فيه. كان أول مؤتمر وين تلاقاو وداروا قاعدة اللي مشوا عليها وهي اللي أدت إلى نجاح ثورة التحرير. إذن يلا نور الهدى تعرفنا على التوفيق المدني. يلا تفضلي نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. مساء النور.
اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد أحمد توفيق المدني. بعد الاحتلال الفرنسي في الجزائر 1830 وفشل ثورة 1871 انتقلت أسرة أحمد توفيق المدني إلى تونس هروبا من بطش المحتلين، حيث ولد في 1 نوفمبر 1889 ودرس في جامعة الزيتونة. رجع إلى الجزائر التي حل بها سنة 1925، فوجد المناخ مهيئا سياسيا وفكريا لاستقبال قلمه وحيويته السياسية، فشرع يؤلف في تاريخ وطنه ويكتب المقالات المختلفة في القضايا الوطنية والعربية والإسلامية عموما، كما صار عضو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكان من أهم شخصياتها ومن أبرز الأقلام في صحفها، خصوصا بإسهامه الفاعل والمدوي في جريدة البصائر التي ترأس تحريرها حتى سنة 1956 ميلادي، حيث أمر بالسفر إلى القاهرة ليكون عضوا في الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني، ثم صار عضوا في الحكومة المؤقتة حتى الاستقلال، فأسندت إليه حينئذ وزارة الأوقاف، كما عين بعد 1965 سفيرا ووزيرا مفوضا في أكثر من بلد إسلامي. خدم وطنه سياسيا كوجه جاد مخلص في وزارته أو في سفارته. جهد الرجل سياسيا وفكريا حتى كانت وفاته في خريف 1983، فانتهى أحمد توفيق المدني السياسي وبقي المفكر والمؤلف والأديب خالدا في وجدان أمته بآرائه ومواقفه التي تعكسها آثاره المنشورة ككتب وعيون مقالات في صحف عربية وإسلامية ومنها الجزائرية أهمها البصائر. وشكرا. برافو 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 نور الهدى. كما قلت لكم مقبلة يا أطفال، بما أننا نحتفل في هذه الفترة باليوم العالمي للموسيقى، عمو يزيد دار لكم أغنية. هذه الأغنية يقول فيها دوري مي فا سول لا سي. يا أخي تغني كامل معايا. دوري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. تعلمها
لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها، لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. دو ري مي فا سو. عجبكم الأغنية؟ وشو ما قولي لنا. تعال تعال. واسمك؟ أمين. وشو ما النوتات الموسيقية؟ دو ري مي فا دو ري مي فا سو لا سي. فوالا برافو. إذن معروفة عبر الأزمان، معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو، فبها نغني نحن ونشدو، وكم تحلو بها الألحان، وكم تحلو بها الألحان. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية؟ نعم. برافو. وش رأيكم يا أطفال، تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. برافو. إذا نروحوا دركا نعيطوا كامل عمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت، نصفقوا عليه ونقولوا مرحبا بك. تفضل عمو نور الدين. برافو 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 عمو نور الدين. برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ نعم. واش رايكم يا أطفال دركا نروحوا، واش رايكم تحبوا الحكايات؟ نعم. إذا نروحوا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جميلة جدا. دنيا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية جميلة. هذه الحكاية هي حكاية البطة البيضاء الجميلة والمغرورة في نفس الوقت. كان في قديم الزمان كانت واحد البركة هكذا، كان فيها البط، كان فيها البط، كان البط رمادي. تعرفوا البط الرمادي؟ كانت هناك بطة بيضاء. هذه البطة البيضاء هذه كبيرة وجميلة. واش كانت تدير؟ تقعد على الحافة تاع البركة وتقول لهم أنا ما نعومش معكم. قولها علاش ما تعوميش معنا؟ روحي تعالي. تقول لهم لا 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 لا، انا جميلة الجميلات، انا خير منكم، انا جميلة. هما قالوا لها علاش روحي انت كيما احنا، روحي تعومي معنا وكامل. تقول لهم لا لا، انا هي الجميلة وانا اجمل الجميلات وكذا. ومن بعد واحد النهار جات واحد البطة سوداء كحلة. هذيك البطة، هذاك البط الرمادي كامل راح يلعب معها، راح يلعب مع هذيك البطة السوداء. هذيك البطة البيضاء المغرورة غارت، قالت كيفاش أنا أجمل جميلة ما يلعبوش معايا، يلعبوا مع البطة السوداء. واش تدير؟ راحت شمخت روحها ودخلت في الفحم، في الفحم باش ترجع كحلة سوداء. بعد كي رجعت سوداء جات لعندهم هكذا، شغل خلعتهم، شغل خلعتهم هكذا. قالوا لهم واش هذا الوحش هذا اللي جا، هذا وحش هذا،
بعد هي تشوكات هكذا كي عم بالها هي اجمل جميلات وكامل اللي يهضروا عليها يقولها انت وحش وكامل وهربوا هكذا كامل من هايته. ومن بعد ندمت قالت يا سبحان الله كان قعدت عمت معهم مع الاول وكامل. ومن بعد واش دارت؟ دخلت في البركه هذيك زال عليها هذاك الفحم كامل زال عليها ورجعت بيضاء رجعت بيضاء. ومن بعد قالت الحمد لله اللي رجع لي اللون تاعي ومزيه وخلاص ونزيد نلعب معاهم من درك انا ما نزيدش نتكبر عليهم نلعب معاهم وكامل. وندمت. اي عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه ما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل. برافو بوبي برافو 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 برافو, برافو, برافو. في هذا المجال كاين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين على عربين ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني التقوى هي كل شيء. الإنسان ما لازمش يكون متكبر في الدنيا هذه لأن التكبر ماهوش من صفاتنا وماهوش من أخلاقنا الحميدة. الإنسان لازم يكون متواضع. يا أخي أطفال يا أطفال الحقنا دركا لواحد الركن اللي نحبوه بزاف هو ركن وين تجوا تحكوا لي الحكايات نتاعكم والنكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لنا؟ تعال. مساله رياضيه. تعال 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 اروح. ذكرهم باسمك. امين امين. قولوا من المساله هذه. حصان زائد جبلين ماذا يساوي؟ انت صاحبه دونك قالها لك. خويا يعرفها. ايه خو يعرفها اخوك. حصان زائد جبلين ماذا يساوي؟ تعالي انت اخوه انت ما كلا. لا تعالي انت اخفي منا. واسمك؟ صرار. وش هو الجواب؟ جمل. صحيح. حصان زائد جبلين ماذا يساوي؟ جمل. الجملين يعني السنم كما يقولوا هذوك اللي زود الحاجات اللي فوقهم كشغل جبلين. سنم هذاك. الله يبارك. عندك نكتة؟ عندي. تعالي روحي. يلا شيخو يبدا يقول جمل بعد هذه سمعته. معليش اخويا حكاها لك. داكور معليش. واسمك؟ سرور. احكي لنا النكتة تاعك سرور. قال لك واحد كان يتفرج عيط لابوليس قال هما هم يتضربوا بالمواس والكوابس ماذا قالوا له لابوليس مين؟ قالهم في ام بي سي اكشن. برافو برافو برافو. شو عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ تعال اروح. واسمك؟ سيف ابراهيم. احكي لنا النكتة. نسيتها؟ تفكر معلش تفكر. سيدها. ها؟ سيدها. معلش كي تفكرها عاود رجع معلش. شكون اللي عنده نكتة؟ مسألة رياضية. نكت ما عندكمش؟ عندك نكتة؟ تعالي قعدي. واسمك؟ أمينة. واش بقول له؟ الشجرة كبيرة عندها 12 غصن و30 ورقة و5 ثمار. عرفتوها؟ شجرة كبيرة فيها 12 غصن و30 ورقة و5 ثمار. لا شجرة كبيرة هي السنة يا أخي. 12 غصن 12 شهر هكذا. ومن بعد 30 ورقة هي 30 يوم. 30 يوم و5 ثمار معناتها 5 صلوات. 5 صلوات في اليوم. برافو 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 برافو. واش رايكم دركا نروحوا للجواب عن اللغز؟ اذا لغز اليوم قال موجوده لديك في كل وجبه لكنها لا تؤكل. اروحي بنتي. تعالي بالك. باسمك بنتي؟ ماريا. وش هو الجواب؟ الماء. لا يؤكل الماء. تعال وش هي؟
الصحن. لا لا، وش تعالى وش هي؟ فيتامينات. لا لا، تعالي. الأكل. الأكل. لا لا، تعالي تعالي. وش هي؟ الحديد. الحديد. لا 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 لا، الملعقة. لا لا، موسيقى. لا لا، وش هي؟ عندي. تعرفيهاش؟ شكون اللي يعرفها؟ شكون اللي يعرفها؟ عرفتها؟ أروح. الشوكة. لا لا، ماشي الشوكة. وش هي؟ تعالي. الشاهية. الشاهية. أنت اللي قلتها لها. إذن موجودة لديك في كل وجبة، لكنها لا تؤكل، هي الشهية. يا أخي يلا، إحنا تعالي تعالي تعالي، إحنا اللي جاوب على اللغز نعطوله هدية عمو يزيد، هي تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، ونعطولك كذلك سيدي من حق الطفولة في 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدوك. تفضلي بنتي. العفو 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 بنتي. وش رايكم اليوم عندنا؟ اليوم عندنا عيد ميلاد، انا نحب هذا الركن بزاف، عيد ميلاد عدلان. تعال عدلان، تعال تعال، اروح عدلان، تعال تعال، برافو، تعال. اذا عدلان راح نحتفلوا بعيد ميلاده، احنا نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعو، رانا جيعانين، وحنا نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، تعالوا التحقوا بيا يلا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لك 100 سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لك 100 سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو ويبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 عدلان عدلان. إذا 5 4 3 2 1، برافو برافو. إذا عدلان قبل 100 عام ولدي إن شاء الله. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء.
لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد